السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد يخص المفيد في النشاط العلمي مستوى السادس. هذه المرة ماشي درس أو لا حصة، بل هذا الفيديو غادي تكون فيه مراجعة لدروس وحصص الوحدة الثانية في المفيد في النشاط العلمي المستوى السادس. أول حصة كنا تطرقنا مكونات الجهاز العصبي، شنو خصو يكون عند التلميذ ترسخ ليه انطلاقا من تلك الحصة. أولا خص التلميذ يكون عارف شنو هما مكونات الجهاز العصبي التي تتمثل في ثلاثة ديال الأمور: الدماغ والنخاع الشوكي والأعصاب. بالنسبة للدماغ، الدماغ هو يتكون من مخ ومخيخ وبالنسبه للبصله السيسائيه، وشنو اين يتواجد؟ يتواجد داخل الجمجمه الراس. بينما يعني النخاع الشوكي اين يتواجد؟ يتواجد داخل العمود الفقري، عفوا يتواجد داخل العمود الفقري. بينما الأعصاب تتوزع على مختلف أعضاء الجسم، يعني أي عضو فيه أعصاب. هذا فقط اللي خص يكون عاقل عليه أي تلميذ، وبه غادي يقدر يجاوب على الأسئلة اللي كتهم هذه الحصة. مكونات الجهاز العصبي ثلاثة: الدماغ والنخاع الشوكي والأعصاب. الدماغ يتكون من مخ ومخيخ وبصلة سيسائية ويتواجد في جمجمة الرأس. النخاع الشوكي يتواجد في العمود الفقري، والأعصاب تتوزع على مختلف أعضاء الجسم فقط. بالنسبة للحصة الثانية وهي بعنوان الحساسية الشعورية، مهم خلال هذه الحصة غادي نعطي معلومات يعني عامة، وكذلك يعني معلومات إضافية، ليس عامة، معلومات إضافية على داكشي اللي شفنا في الحصة. أولا خصني نعرف شنو هي هذه الحساسية الشعورية، تعريف لها. إذا الحساسية الشعورية عبارة عن نشاط عصبي، نشاط عصبي يمكن الإنسان من استقبال المنبهات الواردة. ماذا نقصد بالمنبهات الواردة من المحيط الخارجي؟ هي بحال الأصوات، مثلا روائح، ضغط، ألم، حرارة، هادو كلهم منبهات. شكون كيحس بهم؟ يعني هادو اللي كيحدسونا كيمكنوا. الحساسية الشعورية هي اللي كتمكن الإنسان من استقبال هاد المسائل. أولا داخل الجسم بحالاش كنحسوا بألم الرأس أو ألم الأمعاء ومعالجتها. إذا شنو هي الحساسية الشعورية؟ هو داك النشاط العصبي الذي يستقبل المنبهات ويعالجها، وبالتالي إدراك طبيعة هذه الإحساسات. عندما يعالجه يعرف طبيعتها، وتتدخل في هذه الحساسية الشعورية عناصر، ثلاثة العناصر كذلك اللي هي كالتالي: مستقبل حسي، عندنا مستقبل حسي، وعندنا عصب أو الليف عصبي حسي، وكذلك مركز حسي. إذا أولا نبدأ بالمستقبل الحسي. شنو هو المستقبل الحسي؟ هما الأعضاء الحسية، مثلا الجلد، مثلا العين، مثلا الأذن، هادو هما اللي كيستقبلوا لنا دوك المنبهات، لهذا نسميه بمستقبل حسي. وكترتبط، هو اللي غتشوفوا هاد الجدول الثاني. إذا الجدول كما كتشوفوا قدامكم كيضم منبهات أو مهيجات حسية، والحاسة والتي تعتبر المستقبل الحسي، والحساسية الشعورية. إذا الضوء، شكون هو المستقبل الحسي ديالو؟ العين. وبالتالي يعني العين تنتج السيالة العصبية وتنقلها الأعصاب أو الليف الحسي إلى باحة الإبصار الموجودة على مستوى الدماغ، على مستوى المخ. ثم الصوت تستقبله الأذن فتنتج السيالة العصبية، وتنقلها هذه السيالة أو الرسالة العصبية تنقلها الأعصاب لتوصلها إلى المخ أو الباحة السمع، يعني وهي التي تعالجها فتحولها إلى حساسية، أو لا تعطينا ذاك الحساسية الشعورية. نفس الشيء بالنسبة للطعم الذي يستقبله اللسان، فينتج السيالة العصبية وتنقل إلى الدماغ أو باحث الذوق، فيتم معالجتها والإحساس بالتذوق. نفس الشيء بالنسبة للرائحة التي تستقبلها الأنف، وكذلك الحرارة والضغط والكهرباء التي تستقبلها الجلد. إذا المستقبلات الحسية اللي شفتوا في الجدول يعني هي اللي كاينه في الجسم، فمثلا هاد كلها مستقبلات ترتبط بألياف عصبية. وعلى مستوى هاد المستقبلات الحسية ينتج واحد السيالة عصبية. هاد السيالة العصبية
او رساله عصبيه، واش غير كتنتج وكتبقى على مستوى المستقبل الحسي، فهي تنتقل. اذا العضو المسؤول عن نقل هذه السياله العصبيه هو العصب او الليف العصبي الحسي، اللي مهمته هو نقل تلك السياله العصبيه اللي تنتجت في المستقبل الحسي، ويعني ينقلها ويوصلها لمن؟ للمركز العصبي الحسي. اذا ثالث عنصر من عناصر الحساسيه الشعوريه هو المركز العصبي الحسي. اذا السياله كتنتج في المستقبل كينقلوها الاعصاب وكتوصل للمركز. اذا من هو المركز في الجسم؟ هناك مركزان يتمثلان في اولا النخاع الشوكي، وهناك الدماغ. عندنا النخاع الشوكي والدماغ. الدماغ اللي كيتكون من مخ ومخيخ وبصله سيسائيه. تصل هذه السيالات العصبية المنبثقة من أعضاء الحس إلى المناطق المختصة في المخ المسؤولة عن استقبال ومعالجة معلومات الواردة من أعضاء، وتسمى باحات حسية. إذا عندنا المخ مكون من باحات حسية، هناك باحة خاصة بالإبصار، باحة خاصة يعني بالسمع، كل باحة عندها كما غتشوفوا في الرسم. إذا كما كتلاحظوا في الصورة، فهناك باحة الإبصار هي اللي كاينة في الجانب، هناك باحة الحسية هي اللي يعني متلينها باللون الأزرق، الباحة الحركية هي اللي بالأحمر، داك كل باحة، باحة السمع هي داك الجزء الأصغر الموجود تحت الجزء الأزرق. إذا كل باحة عندها مكان مخصص ليها. إذا يعني فاش كيوصل واحد المنبه كتنتج العضو المستقبل كينتج سيالة يرسلها عبر الأعصاب إلى الباحة المخصصة لها، وهي اللي كتقرا ديك السيالة وتعالجها وتعطينا أو تمنحنا الإحساس الحساسية الشعورية. شنو كنستنتجو أو شنو خص التلميذ يعقل في هاد الحساسية الشعورية؟ أولا أن الدماغ هو الذي يمكننا من الإحساس، لأن الدماغ هو اللي فيه المخ، وعلى يعني العضو غير كيدير السيالة العصبية، والأعصاب اش كدير؟ كتنقلها، ولكن فين كيتم تحليلها ومعالجتها؟ على مستوى الدماغ. إذا الدماغ هو اللي مسؤول عن أو الذي يمكنه من الإحساس. يرتبط الدماغ بالأعضاء الحسية بواسطة أعصاب التي تنقل إليه معلومات فتحولها إلى حساسية شعورية. إذا ديك الرسالة كتنقلها الأعصاب، كينتجها المستقبل كتنقلها الأعصاب، والدماغ هو الذي يحولها إلى حساسية شعورية. بالنسبة للحصة الموالية، بالنسبة للحساسية الشعورية هي الخطاطة تلخص ما تحدثنا عنه من الأول حتى الآخر، يعني خطاطة بسيطة فيها مستقبل حسي هو العضو الحسي، موصل حسي اللي هو العصب الحسي، وباحة مخية حسية هي المركز العصبي الحسي، يمثل الأجسام الأزرق مسار السيالة العصبية الحسية المركزية. التحركية الإرادية، هاد التحركية الإرادية هي اللي تشوفوا في هاد الخطط هادي. إذن هاد التحركية الإرادية هي فاش كنبغيو نديرو شي حاجة بإرادتنا، مثلا قدمنا كرة وبغينا نقدفو ديك الكرة، إذن فين أول مكان تكونت فيه الرسالة؟ هنا في المركز العصبي، يعني اللي هو الباحة الحركية في المخ، ثم انتقلت عبر الأعصاب إلى النخاع الشوكي، والعصب يعني هو الموصل من العصب الحركي وصل النخاع الشوكي، ثم من بواسطة عاوتاني لذاك العصب يعني انتقلت للعضلة اللي كتعتبر مستجيب حركي فتنفذ الحركة. إذن الخطط اللي في الجانب الأيمن هي خطط مبسطة لعناصر المتدخلة في التحركية الإرادية، وفي الجانب الأيسر عندنا المسار السيالة العصبية الحركية. إذا كيفاش كننجز حركة؟ إذا في الباحة الحركية تنتج الرسالة تنقل عبر العصب إلى النخاع الشوكي، ثم من النخاع الشوكي إلى العصب إلى العضلة التي تنفذ الحركة. إذا فاش كنهضرو على التحركية الإرادية، فالرسالة تنتج على مستوى المخ، لكن الرسالة إلى النخاع الشوكي، ثم من النخاع الشوكي إلى الأعصاب، ومن الأعصاب إلى العضلة التي تنتج هذه الحركة. ثم بالنسبة للحصة الموالية والحصة رقم 4 كانت بعنوان الحركات الإنعكاسية. انتبه، الحركات الإنعكاسية أو يقصد شنو كنقصدوا بالحركات الإنعكاسية؟ هي الحركات التي لا نتحكم فيها بإرادتنا.
مثلا وضعتي يدك على سطح ساخن، يعني كدير واحد الحركه ما كنتيش مهيئ ليها وماشي بالاراده ديالك، لهذا نسميها بحركات انعكاسيه او لا حركات لا اراديه. شنو هي العناصر التي تتدخل في هذه الحركات الانعكاسيه؟ هناك الجلد ويسمى مستقبل حسي، النخاع الشوكي، ثم الاعصاب، ثم العضلات. انتبهوا، لا وجود هنا للمخ او الدماغ. يعني الجلد مثلا يحس، ف بعدها مباشرة النخاع الشوكي، الأعصاب، ثم العضلة. مثلا نلمس سطح ساخن أو لا إبرة أو لا دبوس كيقص نفس المعنى، مباشرة يعني بسرعة بسرعة نسحب اليد. إذن عاوتاني هذه خلاصة مبسطة يعني للحركات الإنعكاسية اللي كيدخل فيها يعني العضو المستجيب اللي بعد اولا عضو مستقبل يعني الاهاجه الفعاله، وكيتنقل هذه السياله العصبيه عبر ليف عصبي حسي الى النخاع الشوكي، او ثاني من النخاع الشوكي يتم نقله حسب ليف عصبي حركي الى العضو المستجيب، لذلك كتكون الحركه بسرعه كبيره. بالنسبه للجهاز العصبي شنو خصنا نديرو؟ اولا كنعرفوا بما ان نتحدث عن صحه الجهاز العصبي، اذا انطلاقا من هذه الحصه خصنا نخرجوا ب شنو خصنا نديرو باش نحافظوا على الجهاز العصبي ديالنا. لان ماذا يقع؟ يمكن ان يتعرض الجهاز العصبي لاضطرابات في بعض الحالات، بحالات مثلا اثاره الاعضاء الحسيه، مثلا الارهاق، ولا فاش كنستعملوا بعض المواد كالمنبهات او المخدرات. كيفاش غادي نحميوه؟ هو اللي غتشوفوا في الوثيقه المواليه. أول شيء يجب القيام به هو تجنب إثارة أعضاء بشكل كبير كالأصوات المرتفعة والأضواء القوية، لأنها تؤثر سلبا على أعضاء الحس وتسبب اضطرابات عصبية كانخفاض القدرة على التركيز والتوتر. ثاني شيء اعتذر نقص واحد العين تسمى واحد الحرف، إذا عدم الإفراط في استهلاك المنبهات كالشاي والبن وبعض الأدوية المهدئة نظرا لتأثيرها السلبي على الجهاز العصبي. ثالثا الابتعاد عن المخدرات والكحول، لأنها تسبب في انحلال الألياف العصبية وإصابة المراكز العصبية. وأخيرا أخذ القسط الكافي من النوم لتجنب الإرهاق العصبي. بالنسبه للحصه السادسه كانت عندنا هي سوء التغذيه اسبابه وعوائقه، فين كان عواقبه؟ فاش كنهضروا على سوء التغذيه كنهضروا على جوج المسائل، اما الافراط في التغذيه واما التفريط في التغذيه، يعني جوج ديال الحالات، اما الافراط في امداد الجسم بحاجات في الاغذيه، اما كناكلوا اكثر من القياس او لا كناكلوا غير واحد النوع من الاغذيه وكنتركوا شي حدين، او لا التفريط يعني كيكون عندنا سوء التغذيه ما كناخذوش الكميه الكافيه اللي كيحتاجها الجسم ديالنا. نمشيو للافراط. بالنسبه للافراط، اذا كان افراط يعني امداد الجسم بحاجيات من الاغذيه اللي ما كيحتاجهاش او لا اكثر من الكميه اللي كيحتاجها، ماذا ينتج؟ كتكون عندنا سمنه، سمنه، وهاد السمنه اللي كتسبب بدورها في امراض خطيره كامراض كالسكري وامراض القلب والشرايين الى اخره. والا كان عندنا تفريط يعني ما كنعطيوش الكميه والحاجيات الكافيه للجسم ديالنا، ينتج هزال وامراض كالانيميا او ضعف النمو. بالنسبه فهي تهم مظاهر اهدار الطعام، يعني شنو هما المراحل التي يتم اهدار فيها الطعام؟ هي تقريبا جميع المراحل، يعني اثناء الانتاج واثناء التحويل واثناء التوزيع واثناء الاستهلاك. كيفاش يمكننا نتفاداو هذه المساله؟ يعني هما السلوكيات اللي خصنا نكونوا كنتحلاو بهم جميعا، وهي مثلا اولا خصنا تجنب الاسراف في عند الشراء،